الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتفويض التمويل لوضع آلية تسعير الخبز الحر وإقرار حافز إضافي لأردب القمح المحلية. بتوجيهات رئاسية، القوات المسلحة توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة مشاهدينا الكرام تأتيكم من التلفزيون المصري، فأهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متمنيا له دوام الصحة والعافية. من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس السيسي الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية في العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر على أن يتم تطبيقها لمدة 3 أشهر. يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي لزيادات غير المبررة في الأسعار. ومن جهة أخرى وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وبدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم الحالي من خلال حافز إضافي، وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيها ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا. صدق الفريق أول محمد زكي قائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو لعام 2022، وذلك لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 من شهر مارس وفقا للشروط المحددة. كما صدق وزير الدفاع على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذلك قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 2 أبريل. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022، وكذلك الإعلان عن دفعة جديدة من المتطوعين والأدلاء قصاص الأثر. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 من مارس 2022، وكذلك قبول دفعة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود، على أن يتم سحب الملفات اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 إبريل 2022 وحتى 8 مايو 2022. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي tagneed.mod.gov.eg. وتم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15499.
تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى القواعد الجوية بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة. يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الوحدات من مختلف الأسلحة والتخصصات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الدائم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى القواعد الجوية بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الوحدات من مختلف الأسلحة والتخصصات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الدائم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. واستمع الفريق أسامة عسكر لشرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية لرجال القوات الجوية، وناقش عدداً من الطيارين والأطقم الفنية في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المتعددة، كما شاهد بياناً عملياً لتجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المقاتلة أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات الجوية من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام المكلفين بها. وقام بجولة تفقدية تضمنت المرور على اصطفاف عدد من الطائرات من مختلف الطرازات، وكذا عدد من المنشآت الفنية والتخصصية لإعداد وتجهيز وصيانة الطائرات. ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال القوات الجوية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام لتظل القوات الجوية دائما الذراع القوية للقوات المسلحة ولديها القدرة على تحقيق مختلف المهام التي تسند إليها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. يأتي ذلك ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية وتم استعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية والسلام الوطني للدولتين الشقيقتين. تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا الجانبين. عقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيسي الأركان المصري والسوداني، تناولت سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. هذا وقد أكد الفريق أسامة عسكر تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيدا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في السودان. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة
وبأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم. كما قامت أيضا هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز 1,000,000 حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم. كما قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز 1,000,000 حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية. يأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1,308 قضايا تموينية بمضبوطات تصل لأكثر من 5,260 طن مواد غذائية، وكذلك حوالي 11,615 عبوة زيت. وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط أكثر من 100 طن سلع غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية، كما تم ضبط ما يزيد عن 26 طن دقيق في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. أما في مجال البيع بأكثر من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يزيد عن 133 طنا، كما تم ضبط 80 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وذلك لتوفير السلع وبأسعار مخفضة. تواصل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية تحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى المواطنين في كافة المناطق بخاصة الأشد احتياجاً لتوفير السلع لهم بجودة عالية وأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم. المرحلة 22 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تحركت قوافلها للمواطنين بالميادين والشوارع ليستفيدوا من التخفيضات في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من السلع الأساسية. هنا أرخص من برا. بصراحة ربنا الرئيس بيعمل حاجة حلوة. الله يبارك له. والله مبادرة جميلة من سيادة الرئيس. الله يجزيه عنا خير والله يبارك له. حاسس بينا وبالشعب. ويا ريته يكتر من الحاجات دي في جميع المناطق المجاورة لينا بالذات، خاصة إحنا هنا في الفلاحين. بنحتاج حاجات كتير زي كده. الاسعار كويسه والله جدا ورخيصه جدا، يا ريت كده على طول، بعيد عن جشع الناس والله، يعني يا ريت كده على طول والله. الرئيس الله يبارك له بجد يعني خفض الحاجه جدا، يعني زي ما كانت الاول، يعني الحاجات باسعار زي ما كانت من شهرين ثلاثه نفس السعر، يعني الحاجه رخيصه جدا. من ضمن السلاسل التجاريه المشاركه في المبادره يوجد منها الكثير في الاحياء ذات الطابع الشعبي، لذا تمثل تلك المبادرة أهمية كبيرة للمواطنين بها، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على السلع الاستراتيجية في إطار المبادرة في ظل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. مبادرة كويسة جدا، وبنشكر سيادة الرئيس، والأسعار كلها حلوة ورخيصة. الأسعار كده دي كويسة لينا وبنستناها على طول، وبنستنى التخفيضات دي دايما، وبنستنى المعرض على طول. بيبقى في فرق في الأسعار، امبارح جايبين الحاجة بسعر، والنهارده في فرق في الأسعار جامد.
من امبارح للنهارده اللي احنا بنجيب الحاجه من بره. بتفرق معانا في البيت الاسعار دي، طبعا الاسعار غاليه فهي بتفرق معانا في البيت، كل حاجه فيها كويسه. احنا ما بنعرف ان في مبادره من وزاره الداخليه ومن الرئاسه، بنيجي نجري عشان بتفرق معانا كتير قوي في الاسعار. فبامانه يعني بنشكر وزاره الداخليه والريس على اللي هو بيعمله معانا. وحرصت الوزارة بالاتفاق مع كبار التجار والموردين على إقامة شوادر ومنافذ في أماكن محددة تم اختيارها بعناية لضمان استفادة شريحة كبيرة من المواطنين بها من كافة الفئات بخاصة الأشد احتياجا، وهو ما يؤكد استراتيجية الوزارة في انتهاجها كافة السبل للوصول إلى المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. انا مبسوطه جدا، يا ريت واتمنى يعني لو يكون معارض كتير زي كده، لان حاجه فيها مخفضه فعلا عن بره بكتير. كما تشارك منظومه امان للمنتجات الغذائيه التابعه لوزاره الداخليه في المبادره من خلال طرح المنتجات في منافذها المنتشره على مستوى الجمهوريه بتخفيضات كبيره للمواطنين. شعب وقياده وشرطه، احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهايه. متشكرين يا سعاده الرئيس على اللي انت بتعمله معانا، متشكرين جدا، متشكرين جدا جدا جدا، والله قويك في اللي انت فيه. في حد ورانا، وان في حد بينزل لنا الاسعار، وان في يعني محاربه للجشع وللتجار اللي هم بيزودوا الاسعار. وفي اطار مبادره كلنا واحد، قامت الوزارة بتوفير عبوات تحتوي سلع مخفض أسعارها للمواطنين قاطني حي الأسمرات في إطار دعم سكان المناطق الحضرية الجديدة. النهاردة يوم حلو إن شاء الله، عشان خاطر الرئيس بعت لنا يميش رمضان، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. أشكر الرئيس إن هو ما بينساناش دايما وبيساعدنا في كل المناسبات، وكل سنة وهو طيب بمناسبة شهر رمضان. وطبعا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، جزاه الله كل خير، ونتمنى ان هم كمان يهتموا بنا اكتر واكتر، ودايما يزورونا بحاجاتهم الجميله دي. فرسان طيبين جميعا. ما بين سلاسل تجاريه وشوادر ومنافذ وقوافل من السيارات، تواصل وزاره الداخليه فعاليات مبادره كلنا واحد في مرحلتها 22 لتوفير السلع بكافه انواعها بتخفيضات كبيره لدعم الاسر المصريه بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك ورفع الاعباء عنهم. وتتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أكدت وزارة التموين إقبال المواطنين على معارض أهلا رمضان في كافة محافظات الجمهورية، ويعمل المعرض على توفير جميع السلع الغذائية واليميش بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30% تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك استعدادا لشهر رمضان الكريم. لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض وشوادر أهلا رمضان في محافظات الجمهورية لتوفير جميع السلع الغذائية واليميش بتخفيضات تصل إلى 30%. وزارة التموين والتجارة الداخلية عندها مجموعة من الاستعدادات اللي خاصة باستقبال هذا الشهر المعظم. أولا المعارض الرئيسية في المحافظات، بالأمس 15 مارس تم افتتاح 200 معرض أو شادر في 27 محافظة، والمعرض الرئيسي إن شاء الله هيبقى في 24 مارس. الشركة العامة لديها مخزون استراتيجي يكفي لمدة 3 شهور. المخازن الرئيسية بتمد سلاسل التجزئة الموجودة اللي احنا موجودين فيها بكل كميات السلع اللي تلبي جميع احتياجات المواطنين وتحدث التوازن السعري في السوق. المعارض والمنافذ تقدم عروضا لكرتونة رمضان بفئات مختلفة، إضافة إلى تخفيضات كبيرة على اللحوم المستوردة الطازجة والمجمدة. الأسعار كلها متوفرة صراحة، كل جميع المنتجات متوفرة وبتقل عن مثيلاتها في الأسواق يعني بفرق شاسع، يعني من 25 ل 30%. كل الأصناف متوفرة، ما فيش حاجة ناقصة. منقوط الزيت موجود في المعرض. بالنسبه للاسعار في فرق كبير ويعني متدني ما بين 20 و 30%، مش اول 20 30%، لا انا ارجع للزيت مثلا
ازازه زيت بره ب 39 جنيه هنا ب 29 جنيه. المعارض تشهد مشاركه عدد كبير من الشركات المنتجه باسعار وعروض مميزه، ومشاركه السلاسل التجاريه الكبرى ومنافذ المجمعات الاستهلاكيه ب 1300 مجمع استهلاكي و100 قافله متحركه لطرح السلع الغذائيه وخاصه منتجات رمضان باسعار مميزه. تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال سوق العبور لتجارة الجملة للتأكد من توافر احتياجات مواطني العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبيل حلول شهر رمضان المعظم. حريص ان انا التقي بحضراتكم في مكانكم. في إطار جهود محافظة القاهرة وأجهزتها التنفيذية لمحاربة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بجميع أنواعها بأسعار مخفضة، التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتجار الجملة بسوق العبور. حريص أن أنا ألتقي بسادة التجار يعني أو كبار التجار يعني في السلع الغذائية في سوق العبور، ويعني أطمئن منهم على أن طبعاً الاحتياطي اللي موجود في الفترة اللي جاية بالنسبة لجميع السلع بالنسبة للأسعار، وأكدنا مع بعض على إن إحنا إن هم الحقيقة لقيت منهم روح طيبة جدا وناس وطنيين وبيشعروا بالمواطن، ويعني قالوا إن إحنا ما فيش أي زيادات في الأسعار هتتم الفترة اللي جاية، بل بالعكس تعهدوا إن الفترة اللي جاية هيبقى في نزول الأسعار إن شاء الله. الفترة دي الأسعار لازم تبقى نازلة فيها. التجار في تعاون منها من جميع تجار سوق العبور، يعني التجار اللي كانوا موجودين كلهم تجار الاكبر تجار في السوق، وكلهم قالوا احنا موافقين مع الحمله دي واحنا هنساعد بكل الامكانيات اللي تطلبها الدوله مننا. لقاء حمل الكثير من روح التعاون والوطنيه والمتمثل بثبات الاسعار رغم كل التحديات، ووعود جديه بمزيد من الانخفاض بنسبه تصل الى 30%. اسعار بتتراوح مثلا على سبيل المثال بطاطس من 3 ل 4، طماطم من 3 ل 4، في المنتجات الاساسيه بصل من جنيه وربع ل 175 قرش. بالنسبه لهذا الوقت من السنه يعني اسعار كلها في المتناول، ونقدر نخفض الاسعار بالنسبه للمستهلك بره ازاي بحيث ان السلع تبقى متوفره كلها. انتهى اللقاء بجوله تفقديه للمحافظ برفقه كبار وصغار التجار بعدد من الشوادر العامره بخير بلادنا، وذلك لمتابعه المعروض واسعاره، ووعد بالبدء باعداد منافذ ثابته ومتحركه بكافه احياء القاهره وخاصه المناطق الاكثر احتياجا، على ان يتم توفير الخضر والفاكهه بها من تجار السوق مباشره باسعار اقل من الاسعار المعروضه بالسوق وطرحها للمواطنين مباشره دون وسيط. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام والتحليل أيضا والاقتراب أكثر من هذا الملف، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. أهلا بحضرتك. بتوجيهات إذا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم الأجهزة المعنية بتوفير السلع الاستراتيجية وبأسعار مخفضة، إلى أي مدى ينعكس ذلك وبشكل إيجابي على حياة المواطنين في الفترة المقبلة؟ طبعا هو بناء على توجيهات فخامة الرئيس ليس من الآن، خلونا نقول ده منذ أكثر من 7 سنوات، إن احتياجات المواطنين يعني بذموها الأمر الأول لدى كل الأجهزة وبالأخص الحكومة، توفير السلع وبالأخص السلع الأساسية والسلع الغذائية في أولويات الحكومة دائما ما بتكون على أجندة الحكومة في اجتماعاتها. وطبعا النهاردة بنشوف أن في مزيد من التعاون ورؤية مشاركة ما بين جميع الأجهزة المعنية والوزارات حتى المجتمع المدني للمشاركة لزيادة المعروض من كل السلع داخل السوق المصري، طبعا بانتشاره على جميع نقاط وبقع ارض مصر. ده بيدل ان في رؤيه واضحه، وايضا في مخزون استراتيجي كبير جدا اللي فيه خلال 48 ساعه منذ توجيهات فخامه الرئيس. نعم. انتشرت كل السلع التموينيه في جميع ارجاء مصر. ده بيدل على ان في تخطيط اساسي من الدوله لزياده المعروض اولا، ثانيا لان يكون في تخفيض لمستويات الاسعار لتلبيه احتياجات الاسره المصريه، خاصه ان احنا النهارده في حلول شهر رمضان فبنستبقه قبلها باسبوعين، يطمن المواطن المصري تطمن الاسره المصريه يكون قادر على يلبي احتياجات الاسره طبعا وفق مستويات الدخل. واعتقد ده من اهم الامور اللي بتبعث الحكومه بيها رساله للمواطنين، ان الثقه ما بينها وما بين الاجهزه المعنيه اعتقد ده من اسس اداره الدوله المصريه للمجتمع المصري. صحيح. طيب يعني دكتور،
يعني من وجهة نظرك إلى أي مدى إذن استطاعت الدولة تخطي الأزمة العالمية الحالية والتي يمر بها العالم بأسره لارتفاع الأسعار، هذه الأزمة الخاصة بارتفاع الأسعار، وإلى أي مدى أيضا قامت الدولة بتوفير المخزونات الاستراتيجية من السلع التي من شأنها أن تساهم في الحد أيضا من ارتفاع أسعار المنتجات للمواطنين على جانب آخر؟ خلينا نقول يا فندم أن منذ تولي السيد الرئيس كان في برنامج إصلاح اقتصادي وضع عدد من الأطر الأساسية والخطط الاستراتيجية اللي هي بتلبي احتياجات المواطنين المصريين. دعوني نقول ان كان في وفر، كان في عدم وفر الاول في الطاقه الكهربائيه، ابتدى الحمد لله النهارده في وفر. كان في عدم وفر في الغاز والبترول والمواد البتروليه، النهارده الحمد لله في وفر في هذا الامر. كمان في الكثير من بناء الصوامع الاستراتيجيه لتخزين القمح، وطبعا ده كان ليه مردود كبير جدا على زياده فترات التخزين من 4 لـ 6 شهور، النهارده تجاوزنا 6 شهور كمان في التخزين الاستراتيجي لجميع السلاح حتى الزيوت. ده بيؤدي الى ان فيه رؤيه واضحه من القياده السياسيه لما تولت اداره الحكم في مصر ان توفير الاحتياجات والسلع الاستراتيجيه لمصر لفترات لتغيرات يعني الاوضاع السياسيه او يكون في بعض من الاسس للاسف متغيره في العالم مثل الحروب. اعتقد ده ادت لنجاح المنظومه الاقتصاديه في مصر الحمد لله، وده واضح جدا في المعروض النهارده من السلع الاستراتيجيه داخل السوق المصري. نعم، شكرا جزيلا لك اذا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، كنت معنا في التاسعة. أطلقت الحكومة معارض أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة. تشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية. دائما ما تسعى القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطن، ففي ظل موجة التضخم التي تشهدها دول العالم ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، أطلقت الحكومة معرض أهلا رمضان بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة. المعرض ده مختلف عن أي معرض سبق قبل كده، نظرا لارتفاع الأسعار الموجودة في الشارع وكسر احتكار الغلاء، موجة الغلاء الموجودة في الشارع. النهارده احنا بنعلن ان احنا عندنا 12 عرض بين أكبر السلع الاستراتيجية الموجودة للمواطن البسيط، أمثال السكر والرز والزيت والمكرونة والسمن، بأسعار ملهاش مثيل في أي مكان في المحلات التجارية بره، وتقل عن مثيلاتها بره من 25 لـ 30%. ففي محافظة بورسعيد افتتح المحافظ عادل الغضبان المعرض بأسعار التكلفة والجملة ببازار بورسعيد الجديد لتوفير جميع السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم بأسعار التكلفة والجملة وبجودة عالية وكميات كافية. يجمع بين تجارة الجملة وتجارة التجزئة. النهاردة احنا عاملين المعرض أهل رمضان في هذا المكان، وشفنا الأسعار شكلها ايه النهارده، شفنا السيطره على اسعار شكلها ايه، وشفنا مديريه التموين وزاره التموين ومستهدف مديريه التموين محافظه بورسعيد الاجراءات التنفيذيه اللي عملتها في خلال الاسبوعين اللي فاتوا في ضبط الاسعار في الاسواق. وفي محافظه الدقهليه قام المحافظ ايمن مختار بجوله مفاجئه على المحلات التجاريه والمنافذ للتاكد من توافر السلع والمواد الغذائيه بالاسعار والكميات المناسبه للمواطنين استعدادا لشهر رمضان المعظم، كما اكد انه سيتم اقامه 15 معرضا لاهلا رمضان لتوفير كافه السلع والمواد الغذائيه بكميات مناسبه وباسعار مخفضه تصل الى 25%. وفي المنطقة اللوجستية بأرض المعارض بمحافظة الغربية افتتح المحافظ طارق رحمي معرض أهلا رمضان الذي يهدف في المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 15%. النهاردة احنا في المنطقة اللوجستية في طنطا بنشرف ان احنا بنفتتح المعرض الكبير دوت. في الحقيقة في الجولة اللي انا مريت فيها لقيت في تنوع كبير في الاصناف، في اسعار مخفضة، في تنافس في الاسعار لنفس السلعة ما بين شركة والاخرى، ودي حاجة مبشرة. انا بس بدعو يعني اهالينا مش بس في طنطا وانما في محافظة الغربية كلها يجوا يشرفونا وهيلاقوا فعلا منتجات باسعار كويسة. ده هيجبر التجار اللي هم بيشاوروا عقلهم يعني انهم يزودوا الاسعار، لا في اماكن تانية بتبيع باسعار
أسعار مخفضة. وفي محافظة دمياط انطلق معرض أهلا رمضان لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، والمقام أمام الحديقة المركزية بدمياط الجديدة بتخفيضات تصل إلى 25%، ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الشهر الكريم بالإضافة إلى منافذ بيع اللحوم والدواجن. وفي محافظة مطروح افتتح المحافظ خالد شعيب معرض أهلا رمضان بمدخل طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح في إطار تجهيز وافتتاح عدد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20% للتخفيف عن المواطنين واستعدادا لحلول الشهر الكريم. إذن هي جهود كبيرة تقوم بها الدولة في إطار توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة استعدادا للشهر الكريم من خلال معارض أهلا رمضان أو من خلال الرقابة على الأسواق. افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة معرض أهلا رمضان في مدينة العريش، وذلك لتوفير السلع التموينية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مناسبة. هذا وقد أعلن المحافظ أن المعرض يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة، خاصة وأنه مستمر طوال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه تم افتتاح معارض أخرى في بئر العبد والشيخ زويد وغيرهما من المدن. نزلت الأسعار طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن والسيد رئيس الوزراء، وفعلا بتعتبر محافظة شمال سيناء من المحافظات المتميزة في هذا الموضوع. فأنا بوجه تحية شكر وتقدير لكل إخواننا التجار في جميع بقى التخصصات. طبعا احنا هنا في توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص معرض أهل رمضان وتخفيض الأسعار، والحمد لله احنا النهارده تم افتتاح هذا المعرض بنجاح، وفي توفير كل مستلزمات المواطن من السلع الاساسيه وغير الاساسيه، وكمان توفير الاسعار التي تناسب كل فئات المواطن السيناوي. كل الخير موجود الحمد لله، ورخيص وزي الفل، يا رب يديمها نعمة. المعرض إن شاء الله السنة دي يختلف عن كل سنة، فيه من جميع المنتجات من لحوم وبقوليات وخضار وفواكه وأسعار بتنافس جميع الأسواق اللي بره. كما افتتح محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون معارض أهل رمضان ومنافذ بيع اللحوم بمراكز شبين الكوم وقوسنا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومن أجل محاربة غلاء الأسعار وجشع التجار طوال شهر رمضان المبارك. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين. وخلال افتتاحه شدد محافظ المنوفية على متابعة المعارض والتأكد من توافر السلع وشن حملات رقابية على الأسواق، وذلك بالتزامن مع إقامة المعارض حفاظا على حقوق المواطنين. أشاد مواطنون من محافظة دمياط بمبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد، والتي تعمل على توفير السلع الغذائية ومكافحة جشع التجار بتخفيض الأسعار. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول توفير كافة مستلزمات الأسرة مع سلع من سلع غذائية واستراتيجية وأساسية وأدوات أيضا منزلية وملابس ومفروشات بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، وذلك في إطار المبادرة. ولليوم الخامس على التوالي تواصل مؤسسة حياة كريمة توزيع صناديق المواد الغذائية لمراكز محافظة الغربية، كما قامت المؤسسة بزيارة مركز غسيل للكلى بمركز المحلة الكبرى لتسليم صناديق المواد الغذائية للمواطنين، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقيع على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم تقديم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة مليار دولار خلال أسبوع. وخلال مؤتمر صحفي شدد الرئيس الأمريكي مواصلة واشنطن فرض العقوبات على روسيا لعرقلة اقتصادها بسبب الهجوم على أوكرانيا. مجددا أستخدم صلاحياتي الرئاسية
لتنشيط وتفعيل المساعدات الأمنية لمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي بقيمة 800 مليون دولار مساعدات جديدة. هذا يجعل المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا بلغت 1 مليار دولار هذا الأسبوع فقط. تلك أكبر مساعدات ومعدات يتم نقلها من وزارة الدفاع الأمريكية إلى أوكرانيا لنساعدهم في مواجهة هذا الغزو. أشكر الكونغرس على اعتماد هذه الأموال. هذه الحزمة الجديدة لن توفر فقط مساعدات غير مسبوقة لأوكرانيا فحسب، بل هي تشمل 800 منظومة مضادة للطائرات للتأكد من أن القوات الحربية أو القوات العسكرية الأوكرانية تستطيع ضد الدبابات وطائرات الهليكوبتر التي تهاجم شعبهم. وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لن توقف العملية العسكرية حتى يتم نزع سلاح كييف، مشددا على أن بلاده لا تهدف لاحتلال أوكرانيا. وبشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، أضاف بوتين أن موسكو لن تركع للغرب الذي يحاول أن يفرض نموذجه الاقتصادي على دول العالم، وسيتم الرد على تلك العقوبات. التقدم العسكري لحلف الناتو نراه قد وصل إلى حدودنا، وبالتالي لم يكن لدينا أي خيار آخر لحماية أمن روسيا عدا القيام وتنفيذ هذه العملية العسكرية، وكل الأهداف سوف يتم تحقيقها دون أدنى شك، ونحن سنحمي أمن روسيا وشعبها ولن نسمح بأن تتحول إلى جبهة تستخدم للحرب ضدنا. وهذه مسائل مبدئية بالنسبة لنا، وخاصة مسألة الصفة الحيادية لأوكرانيا وكذلك نزع السلاح واجتثاث النازية، كل ذلك يعتبر مسائل هامة ومبدئية لنا. ونحن ندرك تماما بأننا سنقوم بمتابعة المفاوضات وسوف نتخذ كل الطرق لحماية الأرواح المدنية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لمواجهة العملية الروسية ضد بلاده. وأوضح الرئيس الأوكراني في كلمة له عبر فيديو كونفرنس أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي أن روسيا أطلقت نحو 1000 صاروخ خلال العملية العسكرية، مجددا اقتراحه بأن تفرض واشنطن عقوبات على كافة الساسة في روسيا. لدي حاجة، أنا بحاجة لحماية سمائنا، وأنا بحاجة لاتخاذكم القرار، مساعدتكم، وهذا يعني نفس الشيء، نفس مشاعركم عندما تسمعون كلمات أنا لدي حلم. أيها السيدات والسادة الأصدقاء، أوكرانيا ممتنة للولايات المتحدة الأمريكية لدعمها الكبير و كل ما قدمته حكومتكم وشعبكم من أجلنا عبر الأسلحة والذخائر والتدريب والتمويل وقيادة العالم الحر، مما ساعدنا على فرض الضغوط على روسيا اقتصاديا. أنا ممتن لرئيس بايدن لمشاركته الشخصية والتزاماته الجادة للدفاع عن أوكرانيا. من جانبه، طالب أمين عام حلف شمال الأطلنطي ناتو يانس ستولتنبرغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف العملية العسكرية على أوكرانيا فورا وسحب قواته منها، مؤكدا أن الحلف لن يتسامح مع أي هجوم يستهدف سيادة الدول وسلامتها. وفي ختام اجتماع للناتو لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية، قال ستولتنبرغ إن الاجتماع بحث تعزيز القدرات الدفاعية في شرق أوروبا، مؤكدا أن الحلف لا يعتزم نشر جنود في أوكرانيا. وبالتزامن، استبعد مجلس أوروبا الضامن لدولة قانون في القارة رسميا روسيا من صفوفه. وتقرر الإقصاء خلال اجتماع طارئ للهيئة التنفيذية المنظمة غداة تصويت استشاري في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي أيدت إقصاء روسيا. وقبل ساعات من ذلك التصويت، بادرت موسكو إلى إعلان انسحابها رسميا من المجلس الذي كانت قد انضمت إليه في عام 1996.
طلبت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور، وذلك في قرار أولي في قضية رفعتها كييف. بالفعل، كما طالبت المحكمة موسكو بضمان عدم استمرار القوات الأخرى الخاضعة لسيطرتها أو التي تدعمها موسكو في العملية العسكرية. كانت أوكرانيا قد رفعت قضيتها بعد وقت قصير من بدء الهجوم الروسي في 24 من فبراير الماضي، قائلة إن المبرر الواضح لروسيا بأنها تعمل على منع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا غير مبني على أساس. بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الديوان الملكي بقصر اليمامة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في أوكرانيا. هذا وقد عقد الجانبان مباحثات رسمية جرى خلالها بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وأيضا فرص تطويرها. كما استعرض أيضا الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا. تواصل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لليوم الثالث على التوالي استقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وذلك من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر عبر الروابط المعلنة مسبقا من جانب وزارتي الهجرة والتعليم العالي. هذا وقد أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم على أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية وجواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 من شهر فبراير لعام 2022، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية، مشددة على حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. المجلس الرئاسي الليبي يؤكد دعمه لأي مبادرة تمكن من إجراء الانتخابات العامة قريبا. التقى وزير الخارجية سامح شكري كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغير المناخ تيوت شي هن في ثاني محطات جولته الأسيوية. هذا وقد أوضحت الخارجية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال المناخ خلال الفترة المقبلة في ضوء رئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بجانب تبادل الرؤى بشأن أهم المسائل والقضايا الإقليمية والدولية وتقييم تأثيراتها، فضلا عن التباحث حول سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
أكد المجلس الرئاسي الليبي دعمه لأي مبادرة تعمل من إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الرئاسي الليبي مع عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا والداعمين للمسار السياسي وإرساء الاستقرار في البلاد. وخلال الاجتماع تم بحث سبل دعم مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الإنجاز والإعداد لقاعدة دستورية توافقية. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان القوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا. يأتي ذلك ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية وتم استعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية والسلام الوطني للدولتين الشقيقتين. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن محمد العثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، ضمن فعاليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين، حيث تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا البلدين. عقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيسا الأركان المصري والسوداني، تناولت سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد الفريق أول ركن محمد العثمان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيدا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في السودان، مشيرا إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول صياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين. من جانبه أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون في كافة المجالات في إطار العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات يلبي طموحات البلدين في الأمن والاستقرار. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية. أقامت وزارة الأوقاف احتفالية بمناسبة ليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب، وقد حضر الاحتفالية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الديار المصرية شوقي علام وعدد من كبار علماء الدين والأجهزة التنفيذية، كما شهد الاحتفالية محافظ القاهرة خالد عبد العال نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب أدبي وعلمي في الثانوية العامة، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على استمرار قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية كما هي في السنوات الماضية دون أي تغيير، موضحا أن آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية مستمرة وبنفس الكيفية طبقا للتخصص المسموح به لشعبة الطالب سواء علمي أو أدبي، إلى جانب قواعد المجموع والتوزيع الجغرافي. نظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها، وذلك في ظل وباء كورونا.
تحت عنوان أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا، نظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري مؤتمرا دوليا بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب في الشأن القضائي. لقد نشأ الاتحاد العربي للقضاء الإداري بسواعد قانونية عربية هادفا منذ يومه الأول إلى توطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، وتيسير سبل تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية الإدارية وتوحيد اجتهاداتها تدعيما للعمل العربي المشترك نواة لوحدة عربية شاملة في هذا المجال. المؤتمر ده جاي بيناقش مسألة عانينا منها كلنا في الفترة الماضية، خاصة بأثر أزمة كوفيد 19 على الأنظمة القضائية. هنتكلم إزاي كان أثر هذه الأزمة، إزاي الأحكام المحاكم عالجت تداعيات الأزمة، إزاي تناولت قرارات اللي اتخذتها بعض الحكومات لمعالجة هذه الأزمة. هنتناول هذه الموضوعات كلها من واقع الأحكام اللي صدرت من المحاكم المختلفة. المؤتمر يتيح الاطلاع على التجارب الأخرى في الدول الأخرى. نريد أن نناقش تجارب الدول أعضاء في الاتحاد وكذلك في العالم في مواجهة هذا الوباء، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدول من أجل الحد من انتشار هذا الوباء وأثر ذلك على مناحي الحياة العامة وكذلك على القضاء بصفة خاصة. جدول أعمال المؤتمر تضمن عددا من الجلسات والمحاور، من بينها الضبط الإداري تعريفه ووسائله، وجلسة خاصة بنطاق سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية وباء كوفيد-19، بالإضافة لتطبيقات القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة في الظروف الاستثنائية. الإدارة تتخذ تدابير كما تعلمون. لنبدأ من أبسط الأمور، هو وضع الكمامة. تعلمون ببعض الدول الغربية مثلا في خرجت مظاهرات ترفض وضع الكمامة، والبعض طعن، هناك أشخاص أو جمعيات طعنت أنه أمام القضاء الإداري أنه هذا الأمر، أنه وضع الكمامة يقيد الحرية. أنا ليه بدك تلزمني أضع الكمامة وما في أظهر أو أقفل محلات بساعات معينة وإلى آخره. هنا تصدى القضاء الإداري لهذا العمل على عدة أصعدة. ستشارك حكومة السودان بورقة علمية عن الرغابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة ودورها في مكافحة الفساد، كواحدة من المسائل اللي مهمة جدا يكاد تكون تحتوتها محاور هذا المؤتمر، وتعكس مدى التطبيقات القضائية المتباينة على الصعيد العربي فيما يتعلق بدور الرغبة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة كواحدة من المسائل الشائكة، وتتباين فيها وجهات النظر تباين مطلق. الاتحاد العربي للقضاء الإداري نشأ بسواعد قانونية عربية هادفة إلى توطيد روابط الأخوة والصداقة بين الاتحاد ومحاكم القضاء الإداري، حيث تأتي أهمية عمل الاتحاد من أهمية القضاء الإداري ذاته في حماية المشروعية بمساعدة الجهات الإدارية على أداء مهامها من جهة، والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي التزام مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال إلقاء رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر الرسمية خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حيث أشارت إلى إطلاق مصر لرؤيتها 2030 والتي تضم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي. لقد بادرت مصر في ضوء تأثيرات تداعيات تغير المناخ على المرأة، خاصة فيما يتعلق بصحتها وأمنها الغذائي ومستوى معيشتها اللائق، إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام في هذا الصدد. وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة
ترأسها وزيرة، وهناك وحدة للمرأة بجهاز شؤون البيئة، ووحدة لتكافؤ الفرص بهيكل وزارة البيئة تعمل في ظل التعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة. كما أطلق المجلس القومي للمرأة منهجاً لدمج احتياجات المرأة في قطاع البيئة وتنظيم معايير الاستدامة البيئية. من ناحية أخرى، أطلقت مصر رؤيتها ل2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، كما أطلقنا مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050. من ناحية أخرى، أكدت مايا مرسي أن الإرادة السياسية القوية للرئيس السيسي هي كلمة السر وراء التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة. جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وبحضور السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر في اجتماع مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين. هذا وقد أكدت مايا مرسي أن مصر تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك وفقا لأحكام الدستور، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى قرية كوم النجار بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وذلك لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وأيضا تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة. من جهته، قال رئيس الجامعة إن تلك القوافل تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا، وبالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء. هذا وقد شهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف علاج بالمجان ل 1294 مواطنا من أهالي القرية، وتحويل 76 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة، وذلك في عدة تخصصات، فضلا عن توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأهالي. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية النوادرية بمركز فرسكور بدمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتستهدف القافلة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان. هذا وقد تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بعد التسجيل على الموقع وتذليل كافة العقبات أمامهم. موجودة في قرية نوادرية طبقا لمعايير القوافل والبعد عن المستشفيات المركزية. عندنا القافلة النهاردة فيها 12 عيادة تخصصية، إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا المعمل اللي فيه أكثر من 40 تحليل، عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار. فحوصات طبعا دي بنوفرها عشان نسهل على الطبيب اتخاذ القرار السليم تجاه المريض. المنطقة بعيدة فعلا عن الخدمات الطبية، فإن شاء الله القافلة تقدر تقدم خدمات متميزة لأهالينا في المنطقة. القافلة الطبية فيها أكثر من 12 تخصص، معهم الخدمات المكملة للعمل بالقافلة، خدمة الأشعة وخدمة التحاليل. كمان موجود صيدلية بها أكثر من 120 صنف لخدمة التخصصات الموجودة. نستهدف القرى زي قرية النوادرية كده، القرى الأكثر احتياجا والأكثر فقرا. الأكثر احتياجا طبعا للخدمة الطبية. القافلة داخلة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. قرية النوادرية من المناطق النائية والمناطق الأكثر احتياجا للخدمة الصحية في محافظة دمياط، بتقع في الشمال الشرقي لمحافظة دمياط على حدود محافظة الدقهلية ومحافظة بورسعيد، تقع على بحيرة المنزلة. الخدمات الصحية هنا مش متوفرة في القرية، عشان كده القوافل الطبية لوزارة الصحة والسكان بتعوض هذه القرية وبتدعمها ب 12 عيادة متنقلة متخصصة في جميع التخصصات الطبية.
ومن هذه الجولة السياسية محليا وعالميا مشاهدينا الكرام إلى أخبار الاقتصاد، أخبار المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة ميرفت المليجي. لكن ميرفت، شكرا أميمة ومحمد، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر. وقام بالتوقيع وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة سعيد، وعن حكومة السعودية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعيد بن سعدة. وتم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع القاهرة والرياض، واستنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة شيل مصر والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بهدف دمج البرنامج التدريبي المتخصص في تطوير الحلول المستدامة للمشكلات في مختلف برامج التدريب بالأكاديمية. وأشاد وزير البترول بالتعاون بين شيل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب والتي استطاعت تحقيق نجاح لافت للنظر خلال فترة وجيزة منذ إنشائها في أغسطس من عام 2017، وقد استطاعت خلال تلك الفترة تحقيق طفرة في مجالات التدريب والتنمية البشرية للكوادر الشابة في قطاعات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال توفير بيئة تدريبية علمية وعملية جيدة ونخبة متميزة. إلى أسواق المال، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 16 مليار و200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 694 مليار ونصف المليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 10705 نقاط، وأيضا مؤشر إي جي إكس 70 ارتفع بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة. الارتفاعات طالت أيضا مؤشر إي جي إكس 100 والذي ارتفع بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و78 قرشا للبيع. اليورو سجل 17 جنيها و23 قرشا للشراء و17 جنيها و38 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيها ونصف الجنيه للشراء و20 جنيها و67 قرشا للبيع. وأما عن العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و30 قرشا للبيع. الريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و21 قرشا للبيع. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، والتي واصل فيها الذهب العالمي انخفاضه مسجلا 1921 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 757 جنيه، عيار 21 883 جنيه، عيار 24 1008 جنيهات، في حين وصل الجنيه الذهب إلى 7624 جنيه. في الولايات المتحدة الأمريكية، رفع مجلس الاحتياطي للاتحاد الأمريكي السعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لتكون هي المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018. وأرجع المجلس الفيدرالي قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المتصاعدة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقد وصلت بالأسعار الوقود إلى مستويات قياسية.
نهاية أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى لأميمة ومحمد، إليكم. شكرا لك مرفت. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان كارم محمود الذي احتل مكانة متميزة بصوته الجميل على مدى تاريخ طويل في الوسط الفني. ولد الفنان كارم محمود بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتوفي عام 1995 عن عمر ناهز 72 عاما. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة، وعودة مرة أخرى إلى ميرفة المليكي. إليك ميرفة. شكرا أميمة ومحمد، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. أعلن رئيس الجهاز الفني الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أسامة سلبية المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري، وذلك قبل السفر إلى أنغولا. ويستعد الزمالك لخوض مباراة بيترو أتلتيكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنغولا غدا الخميس استعدادا لمباراة بيترو أتلتيكو والمقرر لها باستاد 11 من نوفمبر بالعاصمة الأنغولية لواندا. كما أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية استعدادا لمواجهة فريق المريخ السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد خوض مباراة سان داونز، وحصل الفريق على راحة يومين، فيما اكتفى اللاعبون أمس بأداء جلسات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ. تستضيف مصر بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات في الفترة من 17 وحتى 20 من مارس الجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للجمباز والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024. وتشهد البطولة مشاركة ما يقرب من 281 لاعبا ولاعبة من 34 دولة، وهو عدد كبير مقارنة بنسخة العام الماضي التي شارك فيها فقط 16 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا. يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على أرسنال ضمن منافسات الأسبوع 27 للدوري في 10:15 مساء. الليفر يرفع شعار لا بديل عن الفوز من أجل تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع مانشستر سيتي المتصدر. ويحتل ليفربول المركز الثاني في البريمير ليج برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر قبل 10 جولات من نهاية الموسم، بينما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة. نهاية أخبار الرياضة، وعودة لأميمة محمد، إليكم. شكرا لك ميرفت. في العراق يواصل فريق من علماء الآثار الفرنسيين والإيطاليين إزالة الرمال بعناية من فوق أطلال موقع إريدو القديم في بلاد ما بين النهرين، وذلك بالتعاون مع أثريين عراقيين في إطار مهمة تنقيب نادرة جنوب البلاد. ويعتقد أن مدينة إريدو القديمة كانت من أوائل المدن في المنطقة، مما يجعلها واحدة من أماكن مهد الحضارة. ومنذ تخفيف قيود السفر بسبب جائحة كورونا، وصلت العديد من البعثات الأثرية الأجنبية إلى العراق، وذلك لدعم مشاريع التنقيب المحلية. We'll be right back.
وأما الآن مشاهدينا الكرام فمع النشرة الجوية. أخبار الطقس وتوقعات الجوية تستعرضها لنا في وقفة أخيرة في نشرة التاسعة ميرفت المليجي، إليك مرة أخرى. شكرا محمد وأميمة، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 19 والصغرى 10، الإسكندرية 17 10، مطروح 16 10، بورسعيد 17 9، الإسماعيلية 19 10، السويس العظمى ستكون 19 والصغرى 10، العريش 16 9، طابة 19 13، شرم الشيخ 22 15، الغردقة 22 13، الأقصر العظمى 25 والصغرى 10، أسوان 26 11، الوادي الجديد 21 8، شلاتين 22 13، وأخيرا حلايب 23 14. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة، بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي لاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. تفويض التموين لوضع آلية تسعير الخبز الحر وإقرار حافز إضافي لإردب القمح المحلي. وبتوجيهات الرئاسية أقوات مسلحة توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وبأسعار مخفضة. إذن مشاهدينا الكرام التاسعة انتهت، لكن ما زال هواء التاسعة متواصلا معكم ويوسف الحسيني وحلقة جديدة من التاسعة. أهلا بيها يوسف. حبيبي يا عبدو، زكي أمي، ما عاملين إيه؟ كله تمام؟ كل سنة طيبين، رمضان كريم. طيب. وإنت طيب، الله أكرم. الحاجات بدأت، مظاهر رمضانية بدأت تنتشر في الشوارع سنة. أيوة سنة كده على استحياء يعني.
اللهم بلغنا رمضان. امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين، ربنا يخليكم. اشكركم واستاذنكم نبدا فقرات التاسعه. اشكركم.